مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. الحقيقة النهاردة حلقة مهمة للغاية، هنتكلم فيها عن منتج مهم وصناعة أهم، وهي صناعة أو تربية النحل وصناعة العسل. معنا المهندس محمد هجرس خبير تربية النحل، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بك أستاذ عبد، ربنا يخليك يا رب. الحقيقة صناعة النحل أو تربية النحل من أهم الصناعات اللي المفروض نديها اهتمام في مصر، لكن الحقيقة ده مش موجود، خاصة ان مفيش جهة معينة مسؤولة عن الصناعة دي بصورة مباشرة، ومسؤولة عن النحالين، تدربهم، تشرف عليهم، تدي التراخيص، تراقب على الأسواق دي. انا عاوز اعرف من حضرتك قبل ما نبدأ في فقرتنا، ايه التحديات او ابرز التحديات اللي بتواجهها صناعة او تربية النحل في مصر؟ هو ابرز تحدي بيواجه صناعه تربيه النحل التنظيم، ان ما فيش معلومات عن الصناعه. يعني احنا مثلا بنصدر مليون وربع طرد، طب كم نحال شغال؟ ما فيش معلومات دقيقه. طب كم خليه موجوده في مصر؟ ما فيش معلومات دقيقه. طيب بننتج كام؟ لان في اغلب المناحل بتنتج وتبيع في الاسواق المحليه، ما حدش يعرف الصناعه حجمها عامل ازاي. اول حاجه عشان نطور الصناعه او نحط ايدينا على الصناعه، لازم الصناعه تكون عندنا ارقام بيها، ودي قاعده بيانات. في قاعده بيانات، فلما حاولنا نعمل قاعده البيانات ديت، يعني اتعمل قرار لتنظيم المناحل والتراخيص، بس القرار يعني ما كانش متكامل، كان في بعض النواقص، ان هو كان باصص بس ان حد عايز يرخص منحل بيرخص منحل، بيروح يقدم طلب للإدارة الزراعية، والإدارات الزراعية بتقول له استنى لما تيجي لجنة تفحص تنزل لك للمنحل، وبيديله ترخيص وخلاص، وبيدفع لكل خلية 2 جنيه. فالنحال دلوقتي أصبح ما هوش حاسس إن هو ما هيرخص ويدفع 2 جنيه إن هو مش هيستفاد حاجة. طب أنا أروح أرخص ليه؟ فده خلى ناس كتير من النحالين عندها أي حجام عن الترخيص، شافوه إن هو حاجة ملهاش لازمة. أنا بروح أدفع 2 جنيه على الفاضي، بديهم لو أنا عندي 300 400 خلية بديهم 600 700 جنيه كل سنه، وما بستفادش حاجه من الدوله. لكن انا مفيش عائد عليهم، مفيش من الدوله. لكن لو انا مثلا هقول ان ما ينفعش النحل يتصدر بره الا للناس اللي مرخصه، هتلزم الناس ان هي تترخص، او اديهم ميزه ثانيه زي الاشراف، او بقى ميزات ان انا مثلا المناحل اللي موجوده اوفر لها. في عندنا اداره كبيره في وزاره الزراعه اسمها اداره مكافحه الافات، الافات الزراعيه، او اداره مركزيه لمكافحه الافات، فاهم؟ طبعا افات النحل كتير، ما فيش اي حد مره عمل اي برنامج قومي لمكافحه اي افه من افات النحل، سواء افات النحل سواء امراض الحضنه. كان زمان جدا في التسعينات كان في برنامج لمكافحه دبور البلح، كان في برنامج من وزاره الزراعه لمكافحه الفروه اول ما نزلت، وكان في علاجات بتتوزع على النحالين. الحاجات دي كلها انتهت، وللاسف ما فيش حد بيفكر ان هو يرجعها، او ما حدش يعرف حاجه عن القطاع. قطاع بيتضار من خلال قسم بحوث النحل، ما فيش اداره مسؤوله عن النحل في وزاره الزراعه، ما فيش ناس مسؤولين عن. يعني انا شايف ان النحل زيه زي الثروه الحيوانيه، زي الثروه الدجنه، زي الثروه. هو يعتبر هو يعتبر فرع من فروع الثروه الحيوانيه، بس النحل ليه معامله خاصه. كل الدول بتتعامل مع النحل باهتمام جدا، لان النحل اي ضرب بيحصل في النحل واي فاقد للنحل وظاهره اختفاء النحل اللي مؤرقه العالم كله، اللي بيصرف عليها وبيصرف على الابحاث بتاعتها ومهتم بيها وزاره الدفاع الامريكيه، مش وزاره الزراعه، لان النحل هو امن قومي. النحل هو من غير النحل مش هيقدر تصدر اي صادرات، كل جوده الصادرات الزراعيه هتختل لو النحل اختل. كل الفاكهه والخضر اللي موجوده عندك كمثلا كاي انسان عادي بيجي لك على المائده بتاعتك كل يوم، هو النحل دور مباشر فيه. مفيش اي فاكهه او اي خضروات بتبقى موجوده عندنا او عند عين المستهلك العادي غير من النحل هو اللي ملقحها. النحل بيقوم ب 95% من الملقحات، عمليات التلقيح. لو حصل اختلال للنحل، لو النحل اختفى، لو النحل قل، الحاجات دي كلها هتختل. فعشان كده الناس بتهتم بالنحل من المنظور ده ومن المنطلق ده، ان هو امن قومي، ان هو بيامن لك الغذاء بتاع البشر. طب انت ذكرت في الكلام بتاعك حاجة او اتكلمت عن الترخيص او قوانين الترخيص في مصر، حضرتك شايف ايه الخلل في هذه القوانين وازاي ممكن يصلحه بما يفيد الدولة ويفيد النحال؟ الخلل، بص يا فندم، هو عشان تطبق قانون لازم الناس اللي هتطبقه. احنا ممكن نعمل قانون حلو قوي على الورق، بس الناس اللي هتطبق القانون مش موجودين. فاول حاجة انا كنا نتكلمنا فيها، ان لازم يكون في كل ادارة زراعية
وفي كل مديرية زراعة يكون في واحد مسؤول عن النحل. قسم بحوث النحل ما شاء الله حواليها 14 فرع، في باحثين لا يعد ولا يحصى، أرقام كبيرة بالمئات، وكلهم قاعدين متركزين في الدقي وفي القناطر وفي سخف، في كذا في كذا كذا مكان، يعني 6-7 محافظات اللي هم فيهم مراكز بحوث النحل. طب ليه الناس دي ما تتوزعش على المديريات؟ وليه ما فيقاش كل مديرية زراعية يكون فيها واحد مسؤول مناحل، وكل إدارة يكون فيها واحد مسؤول مناحل؟ احنا عندنا مصر فيها 5000 قرية، ما فيش قرية في نحل ما فيهاش نحل، ما فيش قرية في مصر ما فيهاش نحل، فيهاش ملح. لو الخمس كلاف دول كل قرية فيها 1000، يبقى عندنا 5 مليون خلية. احنا دايما في الحساب بيقول مصر فيها 2 مليون، لا، لكن انا في رؤيتي انا وفي شخصي مصر فيها اعداد اكتر من كده بكتير. الصين اللي هي اكبر دولة في العالم فيها نحل، عندهم 7 مليون خلية، احنا نقترب منهم. احنا بس ما فيش حد بيحصل بيرعى اعداد هذه الصناعة. يعني انا جبتها لك كده، يعني في قرى مثلا زي شبشير الحصة او قرية في البتون، في قرى في مصر القرية مثلا فيها 200-300 ألف خلية نحل، قرية واحدة. فيقول لك 5000 قرية، لو كل قرية فيها 1000 خلية دي 5 مليون خلية. فالموضوع الصناعة موجود، البنية التحتية بتاعتها اللي هي تخليك مش بتبدأ بقى تجيبها من الأول، مش جاي مثلا هتعمل صوب زراعية وتقعد تبني وتعلم الناس، لا، ده انت عندك صناعة موجود وناس شغالين فيها من مئات السنين وورسينها من أولادهم من أبائهم وأجدادهم، وعندك غطاء نباتي، عندك كل حاجة متوفرة. بس الحاجة اللي مش عندك النظام، ان انت يبقى عندك مسؤول للمناحل في كل محافظة، مسؤول مناحل في كل مدرية، يبقى هو اللي يشرف على التراخيص. لما يبقى رخص للنحال، ما رخصش النحال ان انا ادوله رخصة واكتب له ان انا رخصت لك، لا، لازم الترخيص ده بره. اما يعني دي من 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 الدكاترة اللي بيرخصوا من المناحل بره ويفتشهم عليها، اما اديك رخصة المنحل معناها ان انا قلت لك ان النحل بتاعك ده سليم، تقدر بالرخصة دي تبيع لاي حد داخل البلد، او ان انت كمان تقدر تصدر بره. فطبعا احنا لما تبقى معاك رخصة لازم يبقى الرخصة دي تبقى مفعلة، يبقى لها المميزات دي، ان انا خلاص طالما خدت رخصة يبقى النحل بتاعي اتفحص، وتعاد فحصه كل 6 شهور مثلا، وجددت الرخصة، يبقى انا خلاص بالرخصة دي منحلي خالي من الامراض، ويبقى مكتوب كده في الرخصة، والمنحل يكون فعلا اقدر ان انا اصدر، اقدر ان انا اورد للشركات المحليه، اقدر ان انا ابيع في السوق المحلي، اقدر ان انا احط عسلي وابيعه على الرف، واقدر بعد كده بقى يبقى في مناحل تانية اللي هي بتعالج ما بتعالجش بمبيدات، يبدا ده يبقى لها رانكينج عادي او مستوى عالي، تبيع عسلها اغلى من المناحل العاديه. طب نبدا منين في الخطوه دي؟ يعني المفروض نبدا منين؟ والله البدايه، انا اعتقد ان في الفتره الدكتوره منى محرز كانت شغاله معاكم في فيما يتعلق بالقوانين دي، يعني هي هو اول ايه اللي محتاجه دكتور القوانين دي؟ احنا كنا بدانا مع دكتور صفوت الحداد، وبعد كده دكتورة منى خدت الموضوع وطبقته، بس ما اتطبق ما رجعوش للناس. دكتور صفوت كان عنده سياسة، كان قاعد مع النحالين وقاعد مع المصدرين وقاعد مع قسم بحوث النحل وقاعد مع اتحاد النحالين العرب، قاعد مع كل الأرقام بتاعة الصناعة عشان يعرف كل الناس دي مشاكلها ايه وعندها ايه، وكم هيبدأ خلاص يشتغل في ان هو يبدأ يعمل زي رؤية كده قومية. كان عايز يعمل زي بوردنج كده او مجلس للنحل، يبقى موجود فيه ناس من قسم بحوث النحل وناس نحالين، والناس دي هي اللي كانت تصيغ القرار بتاع التراخيص والقوانين بتاعته والبنود بتاعته عشان يبقى هم اللي عاملينه وهو اللي يطبق عليه. فللاسف لما حصل التعديل جت الدكتوره منى خدت الكلام على طول بتاع قسم بحوث النحل من غير ما ترجع للنحالين وتطبق زي ما هو، وطبعا عملوه ده سبب مشكله. عمل مشكله كبيره، ان كان في بند فيه مثلا بيقول لك ان المناحل ما تبقاش جنب البيوت، لكن لا، الكلام ده كان في الدواجن، فهم خدوا الموضوع طبقوه، المناحل مش زي الدواجن، الدواجن بتديها امان حيوي عشان انفلونزا الطيور وعشان، لكن النحل لا، النحل انت في حاجه اسمها الباك يارد بيكيبنج، النحل بتربيه في البلكونه بتاعه بيتك، مفيش اي مشكله، النحل ما بيضرش اي حد، مفيش زي المزارع الدواجن. فرجعوا بعد كده قال لك خلاص القرار ده هنتراضى عنه هيتشال. فلا، الموضوع عشان تعمل قرار مظبوط لازم دراسه، ولازم دراسه يشترك فيها المربين، ويشترك فيها المصدرين، ويشترك فيها قسم بحوث النحل واتحاد النحالين العرب، كل الاطياف وكل الجمعيات اللي هي الاهليه اللي شغاله في الموضوع، بحيث اما الحاجه تطلع تبقى متكامله ما يبقاش فيها اي عيوب. بالنسبه يعني انا اللي اعرفه ان اي دوله بره مصر بيكون في اداره او في مكافحه، برنامج مكافحه للمناحل بصوره يعني كامله، هل ده بيتم تطبيقه في مصر ليه؟ سواء الامراض او الطفيليات اللي بتصيب النحل او الامراض او الانهيار في المناحل، هل في برامج مكافحه احنا ممكن نتبعها والنحالين تنصحهم انهم يتابعوها خلال الفتره اللي جايه؟
طبعا خاصة إن نسبة الوفيات في الفترة دي أو في المناحل أو في طوائف النحل بتكون كبيرة. وطبعا زي الكلام ده احنا قلناه كتير إن أهم مرض للنحل هو مرض الفرو، والفروة لا تعالج بعلاج واحد. ايه مرض الفروة عشان الناس مرض الفروة عارف. ده هو مرض إكروسي بيصيب الـ بيصيب الـ عنكبوت. زي العنكبوت كده بتطفل على جسم النحلة. أكروس هو بتنيه يمص في العصارة بتاعت النحلة لحد ما النحلة تموت. فطبعا بيفتح جسم النحلة بيخليها معرضة ان هي تبقى تصاب بالفيروسات. فالمرض الفروة ده لا يعالج يعني ما ينفعش ان انا اعالجه بعلاج واحد، لازم يكون ليه برنامج متكامل. برنامج مكافحة متكامل. البرنامج المكافحة المتكامل ده لازم يبقى فيه تداخل ما بين تصميم الخلية نفسه، بدل ما أرضية الخلية ثابتة أخلي أرضية الخلية درج، بحيث إن الفروة اللي تقع بفعل الجاذبية الأرضية وأسحب الدرج يبقى كده تخلصت من النسبة. في مكافحة تانية إن أنا بستنقي سلالات من قلب المنحل. السلالات ديت بيكون عندها مقاومة طبيعية للفروة منها نفسها، يعني بتقدر ان هي تقاوم الفروه. تمام. الحاجه اللي بعد كده ان انا بستخدم الاعشاب او الزيوت الطياره اللي هي الاسينشال اويل. دي الحاجه الثالثه. الاسينشال اويل في زيوت كتير، اهمها زيت الزعتر. ليه قوه كبيره جدا في معالجه الفروه بتاعه النحل، سواء ان انت ضفته على العجائن او التغذيه الجافه بتاع النحل، او ان انت اديته في التغذيه السائله، او ان انت حليته ورشيت النحل بيه. الحاجه اللي بعد كده بعد الزيوت ان انت بتستخدم الاحماض الطبيعيه. اهم حمضين اتكلمنا عنهم وهم الثوره في العالم كله دلوقتي، والعالم كله استبدل المبيدات بالاحماض اللي هم حمض الاوكزاليك وحمض الفورميك، اللي هو الفورميك اسيد والاوكزاليك اسيد. ده اللي هو ده حمض ده الاوكزاليك اسيد بيبقى زي الملح كده، والفورميك اسيد بيبقى سائل. هم دولت اللي العالم كله شغال عليهم حاليا. واحنا جو مصر للفورميك اسيد مناسب جدا، والفورميك اسيد هو العلاج الوحيد اللي بيقدر يموت الفروه في قلب العين بتاعه الحضن. بيتخلى الاغشيه اللي النحل بيغطي بيها الحضنه، وبيقدر ان هو يموت الفروه داخل العيون الثلاثيه. فدي حاجه ما بيقدرش اي مبيد يعملها او اي حمض ثاني يعملها. فهو كويس جدا، بس المشكله فيه ان هو لازم يستخدم في درجه حراره من 25 لحد اقل لحد درجه حراره مثلا 15 او 14. الجو اللي احنا موجودين فيه اللي هو في مصر دلوقتي في الشتاء في شهر 11 و12 و1 ولحد 2 كمان، طول ما درجه الحراره تحت ال 25 انت في امان. تستخدم الفورميك اسيد. تستخدم الفورميك اسيد ازاي؟ يعني دي كلها حاجات اجهزه للفورميك اسيد. هو الفكره فيه ان يعني ايه، ان انت بتحط اي حاجه بتشرب الحمض وبعد كده تحطها في الخليه، كل برواز 10 سنتي، وبتحط ال 10 مللي قصدي، بتحط الكميه ديت على ورق كرتون وتحطها فوق البراويز بتاع النحل، بيبدا الحمض ينتشر في الخليه وبيموت الفروه. دي كلها اجهزه بره، يعني عاملين حاجه زي دي كده، هو بلاستيك، وبتبدا ان انت في حته زي اسفنجه كده بتمتص الحمض، وبعدين انت بتحطها كده تحطها في البراويز، وبعدين تقفل عليها كده وتحطها على وش البراويز كده. وطبعا عاملين فيها دي بحيث ان انت اول دي بتفتح وتقفل، بحيث ان انت اول ما تكون حاطط الفورميك اسيد بيبقى كميه الحمض كتير، تقلل الفتحه عشان خاطر التسامي يبقى قليل، وكل وقت بعد كده تبدا تفتح الفتحه تكبر. طبعا دي اجهزه كلها، كل دي اجهزه بتستخدم للفورميك اسيد. حاجات بسيطة يعني، لو ما فيش الأجهزة دي متوفرة، أبسط حاجة كرتون بتاع البيض، حتة كرتونة كده 10 سنتي وتحط عليها الحمض. دي الطريقة اسمها الطريقة السريعة. وفي طريقة تانية إن أنت إزازة دي كده وبتخرمها وبتحط فيها فتيل زي بتاع اللمبة، وتحط فيه كمية الحمض تحت، والحمض بيطلع يتغلل في الخلية كلها. الأوكزاليك أسيد بقى ليه استخدامين اتنين. استخدام إن أنت بالحرق، إن أنت بتجيب ده كده عبارة عن سخان، والسخان ده بيتوصل ببطاريه عربيه. فبيطلع تحط فيه بيطلع 12 فولت هنا يسخنهم، بتحط الاوكزاليك اسيد هنا، هو زي الملح، تحط 2 جرام مره واحده بس، وتدخل دي في الخليه. الحمض ده يتحرق يطلع دخان يموت الفرو. الحاجه الثانيه ان انت ما بيأثرش على النحل. الحاجه الثانيه ان الاوكزاليك طبيعي، حمض طبيعي موجود في السبانخ، وموجود اصلا في العسل. يعني فورميك اسيد لو حليت العسل تلاقي فيه نسبه موجوده في العسل، النحل بيحطها عشان يحفظ العسل. الحاجه اللي بعد كده الاستخدام الثاني للاوكزاليك اسيد ان هو بيتعمل بالتنقيط. ان انت بتجيب لتر محلول سكري
يكون تركيزه واحد لواحد، يعني تحط 750 تقريبا جرام سكر على 750 ملي ميه، يدوك لتر محلول سكري، تحط عليهم 35 جرام اوكزاليك، وبتنقط بتنقط المحلول ده بين البراويز نقط بسرنجه او بازازه كده بتديها بتسكبها سكر صغير وتنقط بين البراويز. معظم النحالين بيغلطهم وبيرشوه بالبخاخه سبراي. الحمض الاوكزاليك ما بيترشش سبراي لانه يعتبر ماده حرقه، لما بيلمس اليرقات بتاعه الحضنه بيموتها، وما ينفعش ان هو يجي مباشر على النحل، هو يتنقب بس بحيث النحل ياكله، وبيخلي الجسم بتاع النحله او العصاره بتاعه النحل حامضيه، فالفروه ما تتغذى عليها بتموت. لكن هو الاوكزاليك اسيد مشكلته ان هو طول ما الخليه فيها حضنه ما بيقدرش يموت الفروه اللي في قلب الحضن، ويستخدم مره واحده في السنه بس. فعشان كده بره عاملين حاجه زي دي كده، ده زي على شكل برواز واخد الشكل ده، لان النحل بيبقى في فتره الشتاء بيبقى واخد التكور ده وعامل الشكل ده في الخليه، بيبقى دائري، بياخد الدائري ده عشان علشان خاطر البرد يعني. فبتجيب انت اللي بتفتح انت اللي هنا ده حاجز ملكات، بحيث ان انت يعني تفتح الفتحه دي تدخل الملكه وتقفل عليه. لو حبست الملكه تحت سلك او تحت حاجه، معظم النحالين لو عمل كده حبس الملكه بالطريقه ديت بيخلي الخليه يعني ايه تكدب، تحس الملكه مش موجوده. لكن حاجز الملكات ده الملكه بتبقى محبوسه جوه، والنحل شايف العيون دي كلها، النحل يعدي لكن الملكه ما تعديش، لان حجم النحله حجم الملكه اكبر من الملك من النحل. فالملكه بتبقى عايشه جوه، والنحل بيخش ويطلع عليها ياكلها ويشم ريحه الفرمون بتاعها، فالخليه ما تشعرش باليوتن. فدايما الاوروبيين جايبين البرواز ده عاملينه عشان كده، تحطه في نص النحل وتبدا الملكه تكون محبوسه، بحيث الحاجات دي موجوده في مصر ولا 21 احنا بنحاول نجيبها من بره. 21 يوم تحبس الملكه، 21 يوم قبل ما تطبق العلاج، بحيث الخليه كلها ما يبقاش فيها اي حضانه، يبقى الملكه وقفت 21 يوم ما بتبيضش، تبدا تعالج بالاوكزاليك. يبقى الاوكزاليك بالطريقه ديت علاج بنسبه 100% فعال جدا، لو انت قدرت ان انت تحجز الملكه او توقف الملكه عن البيض قبل العلاج. او في اماكن في مصر يعني مثلا زي البحيره، وفي اماكن كتير النحل الملكات بتبقى في شهر 12 واقفه عن البيض طبيعي منها نفسها، بتبقى ديت الناس في الاماكن دي تستخدم الاوكزاليك لانه هيبقى علاج فعال جدا. الحاجه بقى اللي بعد كده اللي هو خامس حاجه دي المبيدات. اشهر مبيدين اتنين بيعالجوا الفروه، مبيد اسمه الاميتراز ومبيد تاني اسمه الفلفونايت. طبعا لهم اسامي تجاريه كتيره جدا، كل الاميتراز ليه ميتاكو وكذا اسمه، والفلفونايت برضه، وفي وبيتعمل شرايط ماده يعني شرايط ماده يعني شريط كده بلاستيك بيتشرب الماء المبيد وتحط في وسط النحل. المبيدات ديت لها مشاكل كتير، اهم مشكله ليها ان هي الفروه اجيال بتطلع منها عندها مقاومه ليها. تمام، تبقى انت حاطط المبيد وعندك الفروه بتترعرع وانت لحد ما النحل يتهار ينهار. الحاجه الثانيه ان وانت فاكر ان المبيدات بتقضي عليك. الحاجه اللي بعد كده ان العسل بيتلوث. العسل لما يتلوث طبعا ناس كتير جدا تاخد معلقه عسل تلاقي بطنها بيوجعها، ده بسبب المبيدات، لانها بعض النحالين بتستخدم بقى بدون وعي بنسب كبيره. بنسب يعني تقول له مثلا حل المبيد ده مثلا سنتي على لتر، حط 2 3 سنت، عايز بقى يزود عشان ايه يعالج بسرعه. فالمبيدات بالذات عايزه تعامل بحذر، وما انصحش اي نحال ان هو يستخدمها، اللي هي تبقى خط دفاع اخير. لو عندك نسبه الفروه عاليه جدا وخلاص النحل هيضيع منك، تبدا تروح للمبيدات. لكن طالما انت ما طبقتش الخيارات اللي قبل كده، فانت المبيد ده تخليه اخر حاجه. الحاجه اللي بعد كده انه بيأثر على الخصوبه بتاعه الذكور، تعرض الذكور للمبيدات بيخلي الخصوبه بتاعتها ضعيفه. الملكات برضو بيأثر على الخصوبه بتاعتها وعلى انها تبيض كميات كبيره البيض. الحاجه اللي بعد كده بيلوث الشمع، والشمع ده هو البيت اللي النحل بيعيش فيه اليرقات الصغيره واللي بتخزن فيه العسل، لانه ماده دهنيه، فالدهون بتمتص المبيدات بصوره كبيره. فطبعا عندك النحله بتبقى عايشه في بيت الشمع فيه تلوث بالمبيد، العسل اللي بيطلع وهي بتاكله فيه تلوث بالمبيد، فده بيخلي صحه النحل ضعيفه جدا. ويبقى طبعا من ضمن الحاجات اللي انا برجعها ان هي سبب اختفاء النحل اللي هي تلوث المبيدات اللي النحال بيحطها في الخليه بدون وعي. ان زي ما قلنا هو الموضوع كله فروه، وبعد كده في امراض كتير بس اهمها الفروه. لو قدرت تسيطر على الفروه وتعليقها صح، انت كده بتنجح في تربيه النحل بنسبه 95%. طب احنا معانا الحاج رمضان داوود، عمده النحالين في الصعيد. حاج رمضان. ايوه اتفضل. ازي حضرتك؟ بخير والله الحمد لله. حاج رمضان، عاوزين نعرف من حضرتك بس يعني موسم النحل الموسم ده مبشر ولا وضعه ايه وظروفه ايه في ظل التغيرات المناخيه اللي بتحصل وفي ظل المشاكل اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي؟ ماشي حاضر.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السنه دي يعني الحمد لله يعتبر النحل احسن من السنه اللي فاتت، بس برضه في تاثير بسبب المناخ، ان احنا البلد دخلت في موجه قعدت يمكن 15 يوم، وخاصه في وجه بحري، امطار وانخفاض في درجه الحراره اثرت على النحل طبعا، غير المناخ فيه كمان طبعا رش مبيدات، وخاصة السنة لأن في إصابة السنة دي في القمح، حصل فيه إصابة حشرية من والناس بدأت ترش القمح رش حشري، وطبعا فده عاد بالسلب على النحل. على النحل. ده بالنسبة يعني للمناخ والحشرة. اتفضل لو في حاجة تانية. بخصوص يعني انتوا في الفترة دي محتاجين ايه من وزارة الزراعة ومن الجهات المسؤولة تدعمكم بأي شكل؟ محتاجين كتير. احنا أول حاجة بالنسبة لقسم بحوث النحل، مفيش أي توجيه خالص غير إن هم يعني يعملوا مثلا ندوة ويطلع كل اللي يقدر يقولوا عليه توجيهاتهم كليتها، يقول لك مرض النزيمة النزيمة النزيمة. التقرير عندهم غير النزيمه بس فقط خالص، ما فيش مثلا يعني ما بيروحوش يشرفوا على المناحل، وجهوا النحال في المنحل، لا بس كل بيقدر يعمله ان هو يجيب النحال يقعده في قاعه ويشرح له، لكن يروح عنده المنحل ويقول له مثلا يشرح له على الطبيعه في المنحل نفسه لا. بشكر حضرتك جدا حاج رمضان داوود عمده النحالين في الصعيد، شكرا جزيلا ليك. هو في نقطة مهمة أنا عاوز أفهمها، هل مرض النزيمة سرانة موجود في مصر ولا لأ؟ والله بص، عشان يعني هل في حاجة أثبتت الكلام ده؟ هو ما فيش حاجة أثبتت كده، هي كلها اجتهادات من نحالين أو ناس مثلا باحثين، لكن حد عمل بحث على مستوى كبير وخد عينات من كل مصر وأثبت إن فيه عمل عد للسبورات بتاعة النزيمة اللي شافها في قلب في نحلة معينة، وقال ان هو فوق مستويات الاصابه، مفيش حد عمل حاجه زي دي كده. كلها يعني مثلا ما ينفعش ان انا اخد نحله اشوفها تحت الميكروسكوب الاقي فيها سبورين ثلاثه نزيمه اقول النحله عنده نزيمه. النزيمه ما يتقالش عليها ان هي مرض الا لما اشوف مليون سبور في النحله الواحده. فلو فيها لو فيه العدد ده موجود في في في, في المناحل يبقى في اصابه، لكن مفيش حد عمل بحث عن حاجه زي دي ولا حد اثبت الموضوع ده. اعراض النزيمه بتبقى كتير، ان انت بتشوف باب الخليه من بره عليه براز بتاع النحل، بتشوف حاجات تانية اللي موجود مش يعني ده النزيمه ابس، النزيمه سرانه لها اعراض تانية، الخليه بتنهار مره واحده وبرده التكاسات دي حصلت يعني حصلت اكتر من مره. بس عايز اقول حاجه برضه، هي النزيمه لحد الان مفيش حد في العالم، النزيمه سرانه عموما مفيش اي حد في العالم لقى لها علاج. لكن هو علاجها بيتم ازاي؟ ان انت هي بتتغذى، هي عباره عن فطريات بتتغذى على الدهون في جسم النحل، فانا اقدر ان انا يعني ان انا اعالج النزيمه او احمي نحل ازاي؟ ارفع نسبه الدهون في النحل. ده هو اخر حاجه هم طلعوا بيها، ارفع نسبه الدهون النحل ازاي؟ ان انا احط مثلا تغذيه جافه زي دي كده يعني للنحل، احط إيه فيها ده عباره عن ايه؟ دي عباره عن سكر وعسل، ازود معاهم بقى انا دهون، احط زيوت زي زيت عباد الشمس او زيت اليانسون او زيت الزعتر زي ما احنا قلنا. كل ما تزود تحط زيوت والنحله تبقى دايما واخده بروتين واخده احماض امينيه بنسب كبيره وصحه النحله كويسه ومحتواها من الدهون في جسم محتوى الدهون في جسمها عالي، انت بتخليها تقدر ان هي ما تنهارش قدام اي هجوم من النزيمه جاي عليه. مستقبل صناعه النحل في مصر ايه؟ والله بص، مستقبل الصناعه كبير بس لو اتنظمت شويه وعلى وبرضه يعني احنا في اسواق كتير ما بنصدرش ليها زي اسواق اوروبا، الناس دي محتاجه نحل بكميات كبيره جدا، عندهم الجليد وعندهم التزهير بيبدا بعد ما الجليد يفك، النحل بيبقى عندهم ما خدش فترات ان هو يتعد بصوره كبيره، محتاجين اماكن ومحتاجين اسواق يستوردوا منها نحل بكميات كبيره ويكون نحل رخيص، وده متوفر في مصر، بس هم عمرهم ما يستوردوا من مصر او من بلد ما فيش فيها نظام. اول شرط بيشرطوه ان البلد يكون فيها نظام وكنترول على امراض النحل، في نظام متابعه ورصد امراض النحل في البلد دي، فاحنا لو بدانا مع بعض وزاره الزراعه مع النحالين مع كل الناس اللي موجوده ننظم القطاع ونعمل القوانين اللي هي بكده، وزاره الزراعه تبدا تنشر مفتشين للمناحل في كل المحافظات
والموضوع يبقى ماشي بروفيشنال، يبقى في ارشادات ويبقى في متابعات والناس المفتشين والناس المفتشين دول يطلعوا بره بعثات، يروحوا كندا، يروحوا امريكا، يشوفوا مفتشين المناحل بتاع وزاره الزراعه بيفتشوا ازاي على النحل، بيدوا التراخيص ازاي، بيعتمدوا التراخيص ازاي، بيشرفوا على القطاع ازاي. لو عملنا حاجه، لو وزاره الزراعه خدت خطوه زي ديت وجابت بس يعني 25، هم عندنا 25 مديريه زراعه، واللي جابت 25 واحد وخدتهم 28 كمان دربتهم بره في بعثه وشافهم المناحل بتتعامل ازاي بره. وطبعا كل يعني مثلا في كندا اللي بيشرف على المناحل المصري تمام، اللي بيشرف على المناحل وكان في مقاطعه البلترا اسمه مدحت نصر، دكتور مصري خريج كليه الزراعه في مصر، وبس هو معاه الجنسيه الكنديه وعايش بره ما بيجيش هنا. فالراجل ده انا على اتصال بيه وعلى طول بقى يعني هو اللي بيكلمني في موضوع التراخيص وانتوا لازم تهتموا بيها وتغذيه النحل، لازم تغذيه النحل ما تعتمدش على السكر وبس، النحله محتاجه عناصر كتيره جدا، محتاجه احماض امينيه، محتاجه فيتامينات، النحال يدي للنحل سكر وبس ميه بسكر، لا التغذيه زي الدواجن بالظبط، الكتاكيت لها تغذيه معينه والفراخ الكبيره والفراخ اللي بتبيض لها تغذيه، النحل كذلك في كل عمر وفي كل وقت في تغذيه معينه، في عناصر مهمه لازم النحال يدور عليها ويحطها. طبعا في شركات كتير بدات تصنع التغذيه ديت بشكل تجاري وخدوا فيها خطوه كبيره، ودي حاجه كويسه برضو، دي 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 مستقبل ان احنا نصدر الحاجات دي. حبوب اللقاح لو بدانا ننتجها بكميات كبيره ونعقمها ونعالجها باشعه الجاما نقدر نصدرها لكل اوروبا، كل اوروبا كل العالم بيستورد حبوب اللقاح من الصين. طب احنا معانا مداخله من استاذ احمد من الجيزه. استاذ احمد احمد السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. الو ايوه يا فندم معاك، اتفضل. ازيك يا استاذ بلال، ربنا يخليك، اتفضل. معاك المهندس احمد عبد الحميد من الجيزه. اهلا يا باشمهندس، ازي حضرتك؟ انا عايز اسال الاستاذ اللي مع حضرتك ازاي ان انا اربي النحل، يعني انا دلوقتي جبت صندوق نحل لسه شريف، ازاي ان انا ابدا اتعامل معاه؟ تمام. وايه الطرق اللي انا اقدر استفاد منها من تربيه النحل، يعني ازاي ان انا اتعامل معاهم؟ تمام، شكرا جزيلا باشمهندس احمد، شكرا جزيلا ليك. جاوب يا باشا. يعني لو هو مثلا تربيه النحل فيها لها انواع كتير، لو هتربي النحل بشكل تجاري او هتربي النحل بشكل هوايه. لو هتربي النحل بشكل هوايه، ودي حاجه بندعو من خلالك كل الناس في مصر تربي نحل، انها تربي نحل، بحيث ان انت يعني ايه، في جمعيه في انجلترا اسمها ان انت بتتبنى خليه، ان انت لو مش هتاخدها عندك في البيت بتدفع المصاريف والتكاليف بتاعتها لمده سنه، انت كده بتتبنى او بتحافظ على 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 فناء الانسان، يعني بقاء الانسان على وجه الارض طول ما النحل موجود بيلقح الزرع، انت كده انت موجود في امن غذاء وفي غذاء وفي فاحنا من خلالك الناس ان كل واحد يربي خليه عنده في البيت في البلكونه بتاعه البيت، على السطح بتاع البيت، الفلاح يحط نحل في الزرع بتاعه في الارض بتاعته، لو جنبه منحل يحافظ عليه. وده نداء برضو لكل اخواننا الفلاحين والمزارعين، النحل هو صديقك، النحل هو اللي بيزود لك المحاصيل، النحل هو اللي بيخلي لك الانتاج اللي مخلي حياه اصلا يعني. فالناس للاسف بتتعامل مع النحل الناس بتتعامل مع النحل على انه بس عادي عسل بس، عسل او لا عسل. يعني في بعض النحالين لكن الناس مش عارفه ان النحل هو يعني اهم مصدر للتلقيح. دي حاجه. فالاخ اللي عايز يربي نحل بطريقه عاديه، انا انصح اي حد يبدا في النحل ان هو ما يزودش عن 10 خلايا. اي شاب عايز يبدا المشروع يبدا ب 10 خلايا، وال 10 خلايا يبداوا معاه لمده سنه كامله، يبدا يشوف الخلايا ديت على مدار السنه عمل معاهم ايه في الشتاء، عمل معاهم ايه في الربيع، عمل معاهم ايه في الفرز، شاف كل العمليات النحليه على مدار السنه. السنه اللي بعدها يبدا يكبر شويه يخليهم مثلا 20 ولا 50، وبعد سنتين اتنين بقى بيكون اكتسب من الخبره القدر الكافي اللي انا لو عايز بقى يجيب 1000 خليه يجيب ينطلق. لكن ان واحد يجي يجيب 100 خليه ولا 200 خليه من الاول فهو كده ده اول كارف. طريق الفشل. طب بعد كده بعد الرقم ده يعني بعد كده بقى الخطوه الثانيه، ان انت لو عايزه بقى بشكل تجاري يعني مثلا بتشوف مثلا العربيه مثلا بتحمل 100، العربيه اللي هي ال 4 طن النقل دي بتحمل 180 خليه، فالعدد اللي هيبقى بعد كده اقتصادي هو ال 100، يعني من 10 180 لو عشان تكسر، لانها 150 هتتنقل بيهم وهتصرف عليهم نفس المصروفات بتاعه ال 180، فخلينا على ال 180 هو العدد. وبعد كده مضاعفات، وبقى عايز يبقى عندك عربيتين اثنين نحل يبقى عندك مثلا ايه 360. فبتبدا تجيبهم، الخليه بتكلف حوالي من 600 ل 700 جنيه كامله. بس الحاجه الثانيه بقى ان انت قبل ما تبدا في النحل لازم تكون عارف السوق اللي هتسوق، يعني العسل هتوديه فين، هتنتج طرود هتبيعها فين. السوق، وجود السوق هو اهم من المشروع نفسه.
وجدت السوق وجدت التسويق التسويق بتاع المناسب ليك، انتج المنتج. في بعض النحالين الاول ينتجهم سم نحل، ينتجهم حبوب لقاح، وفي الاخر بعد ما ينتجوها يتصلوا بينا يقول لك مش عارفين نوديها فين. طب انت ايه اللي خلاك دخلت في المجال ده وجبت مصايب حبوب لقاح وانت مش عارف هتوديها فين؟ ده بيخلي حبوب اللقاح تكتر في السوق وعلى كده سعرها يقل. ما تنتجش منتج الا ما تكون عارف هتسوقه فين. مفيش تسويق ما تنتجوش. انا شايف ان في طلب على الطرود والطرود سعرها عالي، اشتغل اقسم النحل وربي ملكات والملكات تتلقح واعمل طرود جديده وابيعها. شايف ان في طلب على حبوب اللقاح اركب مصايد واجمع حبوب لقاح، في طلب على سم النحل اجمع سم النحل. ما انتجش المنتج وبعد كده اسوق. ايه سم النحل؟ شوف الاول سم النحل ده هو ماده النحل، يعني النحل بيفرزها عشان يدافع بيها عن نفسه، فاحنا بنستخلصها من النحل بطريقه معينه بجهاز، بنحط لوح ازاز قدام الخليه والنحل بيطلع قله اللسع بتاعته بيفض السم على الازاز، بنستنى لحد ما السم يجف وبناخده بقطر او باي شريحه بيبقى عامل زي الباودر كده، بيتباع المفروض ان هو الجرام ب 300 400 دولار، بس لانه انتاجه كتر في مصر ومفيش شركات بتبيع، يعني كل الشركات دي بتستورده من بره للاسف، سعره قل. يعني بيتباع هنا النحالين بيعرضوه ب 400 جنيه و 300 جنيه ودي حاجه مش كويسه. فنصيحتي للناس ما تنتجش المنتج الا المنتج اللي انت عارف هتسوقه فيه، مش عارف هتسوقه فيه ما تنتجوش. يعني حبوب اللقاح ما تصطادهاش، ما تعملهاش مصايد وتجبعها من النحل وانت مش عارف تسيبها النحل يدخلها وياكلها ويعمل حضنه وبيع طرود. طرود كل مصر بيحتاجها طرود، وكل الناس يعني في من الناس مصدرين بيشتروا طرود على مدار السنه. ايه بقى النصايح برضو؟ الحاجه اللي بعد كده في انتاج العسل برضو، الناس بتبدا تلاقي سعر العسل يقل في ان هو يورده جمله مثلا للشركات او التجار، فتبدا الناس تغذي علشان خاطر تزود الانتاج عشان السعر يبقى ايه، يبقى متقارب مع 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 المصروفات. فبرضو انا بنصيحه للناس، النحل طول ما انت بتنتج منتج نظيف هو اللي بيعمل لنفس السوق. الناس اللي بيشتري منك كيلو بيبقى عايز يشتري 2 و3 و4 وتوسع في الانتاج واحده واحده، ما تنتجش مثلا 10 طن و20 طن وانت مش عارف تروح بيهم فين، تروح بيهم للشركات يقول لك الكيلو ب 20 جنيه و25 جنيه. يعني هل للنحل علاقه بزياده الانتاج الزراعي او جوده الصادرات الزراعيه اللي ممكن نصدرها بره مصر؟ طبعا، وفي تجربه في بير العبد على الخوخ، الدكتور سيد حجاج كان عاملها، كان الناس المزارعين هناك. دكتور باحث في استاذ في قسم بحوث النحل مركز البحوث الزراعي. الناس هناك كان في تجار كانت بتيجي تنقل الانتاج، تاخد فرز اول وكانت بتسيب لهم الفرز الثالث، ده الفرزه الثالثه ما تاخدهاش. نزل لهم مناحل، ادهم في مشروع اسمه مشروع نشر النحل في الاراضي الصحراويه الجديده، ادهم كل مزرعه 10 خلايا، فالناس حطت النحل. السنه اللي بعدها كل الانتاج طلع فرز اول، ما طلعش فرز ثالث خالص عنده، كل الانتاج طلع حجمه كبير لان النحل لقح الخوخ بطريقه كويسه، فالانتاج زاد. دي تجربه، وتجارب بقى من دي كتير. يعني الصادرات الزراعيه المصريه لو النحل قل وكل المناحل، احنا نحل مصر كله في فتره شهر 3 الشهر الجاي ده، اخر الشهر ده والشهر اللي جاي شهر مارس وابريل، كل مناحل الصعيد بتبقى موجوده في البستان وفي مديريه التحرير وفي مركز بدر، في الاماكن الاماكن اللي هي اماكن انتاج الموالي. فكل المناحل دي بتلقح الزرع بره المزارع الامريكي بيدفع للنحال على الخليه الواحده في الموالح 120 دولار ايجار، وفي اللوز 160 دولار، وفي التفاح 90 دولار. النحال بس عشان يحط الخليه بتاعته في الموالح، في الموالح بياخد 120 دولار على الخليه. دخل النحال الامريكي الرئيسي من تربيه النحل هو التلقيح، يعني بياخد من صاحب المزرعه، من صاحب المزرعه ايجار. بعد كده العسل جه ما جاش هو منتج، ما هوش رئيسي. المنتج الرئيسي عند النحال الامريكي هو ايجار الخلايا للتلقيح. عشان كده ما تلاقيش نحال مثلا في امريكا عنده 200 300 خليه، النحال بيبقى عنده 2000 3000 5000، عايز عدد كبير عشان ياخد عليه ايجار كتير. يعني احنا بنلقح هنا ببلاش، يعني ببلاش الناس مش والناس برضو يعني تبص تلاقي مثلا في مزارع، تلاقي ناس لو مزارع نزل مثلا نحله قرصت ابنه ولا حاجه ولا عيل صغير، تبص تلاقي ممكن يولع لك في النحل. توصيات أخيرة للنحالين أو للقطاع النحل في مصر؟ قطاع النحل في مصر زي ما قلنا، الناس تبدأ تتجه تربية النحل في العالم بتتغير. يعني مثلا زمان احنا كنا بنغذي، ما كانش في تغذية،
كان الانتاج في مصر كتير، يعني كانت الخليه بتجيب 30 و40 كيلو و50 كيلو، فكنا بناخد منها جزء ونسيب لها جزء. دلوقتي الانتاج قل ليه؟ لان مفيش دوره زراعيه، المبيدات بقت منتشره بطريقه كبيره جدا. التغيرات المناخيه اثرت تاثير مباشر على النحل، واثرت تاثير مباشر على الغدد بتاعه الزهور في افراز الرحيق، فبقى الموضوع مختلف، ففي تحديات كتير بقت قدام النحل، فالانتاج قل، فبقينا ناخد كل الانتاج، فلازم نعوض النحل، نعوض نحل بتغذيه. التغذيه انواع، الناس تتجه للتغذيه الجافه، انا بنصح بيها، لان هي التغذيه السائله في الشتاء مضره جدا للنحل، بتدخل رطوبه في قلب الخليه وبتتعب النحل. التغذيه الجافه بتدي النحل كل العناصر اللي هو محتاجها، وما بتدخلش رطوبه وما بتضرش النحل، وما يبداش الناس تغذي تغذيه سائله الا لما الجو يدفي في اول شهر ثلاثة. النقطه اللي بعد كده برضو في حتة برضو مهمة، موضوع الملكات. بنصح كل مربي ملكات، الناس بتشتري ملكات من بره، من محطات، من عزارة، يعني عزارة من محطات، من يعني أي حد ما فيش رقابة، أي حد يقدر يعمل محطة ويجيب ملكة، والملكة دي يكون فيها عيب جيني، أو في كمان ملكات متهربة من بره، وفي ملكات بتيجي من بره النحالين بتاخدها من غير ما تختبرها وتشغلها، تمام؟ فدي نقطة مش كويسة، اللي هيربي من ملكة لازم يكون مختبر. فانا البديل ان النحال بره ما بقاش في حاجه اسمها سلاله بيور او سلاله اطالي بيور او كرنيون بيور. العالم كله بيتجه دلوقتي للهجاين وقوتها، لان الهجين بيدي قوه في التعايش على الارض اللي موجود. فانت دايما حاول تتعلم تربيه الملكات، تربي ملكاتك بنفسك، يبقى عندك برنامج ان انت تستنقي الملكات اللي شغاله معاك كويس، وتبدا تربي منها وبطريقه يعني كل نحال يبقى عارف ليه جدول، ليه سجل مسجل فيه كل خليه بتعمل ايه، الخلايا اللي لاقي انتاجها كويس، استهلاكها في الشتاء قليل من التغذيه، مش ما فيهاش شراسه، مقاومه بنسبه كبيره للامراض، يبدا ان هو يربي منها واحده واحده، بعد سنه او اتنين هيبقى عندك سلاله من النحل قويه جدا، احلى من اي سلاله هتشتريها من اي محطه من بره. انا بشكر حضرتك جدا المهندس محمد هجرس خبير تربيه النحل، شكرا جزيلا لحضرتك. عفوا يا معالي الباشا. مشاهدينا هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله هنشوف تقرير خاص من المنوفية، حوار مع المهندس هشام صلاح مدير التجاري لشركة رويال جرين تكنولوجي، ودي شركة متخصصة في الزراعة، واللي أنتجت مبيد أو أنتجت سماد عضوي نوفا بلس، وده اللي نجح في زيادة أو مضاعفة الإنتاجية لكثير من المزارعين، وده شفناه قبل كده وإن شاء الله هنشوفه بعد كده. هنطلع للفاصل، بعد الفاصل هنشوف الحوار مع المهندس هشام علشان نعرف ايه المنتج ده واهميته في زيادة او مضاعفة الانتاج وجودة المنتج. هنطلع الفصل وبعد الفصل هنشوف. مدير تجاري لشركة رويال جرين تكنولوجي، عاوزين نعرف اكتر عن المنتجات بتاعت الشركة، خاصة نوفا بلس ونوفا كي، ايه المميزات الخاصة بهذه المنتجات، وامتى تم خروجهم للنور وتم تداولهم في السوق، بالإضافة إلى باقي المنتجات في البداية قبل ما ندخل في الكثير من الأسئلة الأخرى. طبعاً إحنا بنرحب بيك أستاذ شعبان في محافظة المنوفية مركز الشهداء، وبنرحب بالستاف اللي مع حضرتك. بالنسبة لمنتجات شركة رويال جرين تكنولوجي، عندنا أسمدة أرضية ورش ورقي. الأسمدة الأرضية هو النوفا بلس، في عندنا أكتر من نوع، وعندنا انواع كتير متخصصه، يعني عندنا في النباتات الطبيه والعطريه، عندنا في الخضروات، عندنا نوفا بلس متخصص في الموالح والاشجار، وعندنا في المحاصيل كمان اللي تهمنا وتهم مصر، لان احنا حلمنا الكبير ان احنا على المدى المتوسط في سنوات معدوده ان احنا عندنا اكتفاء ذاتي من القمح. بنحقق الاكتفاء الذاتي من القمح ازاي؟ ان احنا عندنا في مصر تقريبا اكتر من 2 او 3 مليون فدان بيتزرعوا برسيم، اما بنضاعف طبعا نوفا بلس من ضمن المميزات بتاعته ان هو بيضاعف انتاج البرسيم، تمام؟ فما اما انا ارفع انتاجيه البرسيم ل 3 و 4 اضعاف الانتاج العادي، وساعات بتوصل 5 اضعاف، الناس بتجيب في السنه الفلاحين العاديين بيجيب مثلا بيولع 5 حشات 5 مرات في السنه، احنا بنجيب من 8 ل 10 وساعات 11، فانت ما تعمل زياده راسيه، فانت هتوفر على الاقل مليون فدان. بدل ما تزرع فدان تزرع 6 نص فدان. هتوفر مليون فدان تزرعهم قمح، يعني انت ما تزرع المليون فدان دول تزرعهم قمح، يبقى انت كده مش هتحتاج ان انت تستورد اي قمح من بره، من روسيا او من اوكرانيا او من اي دول من دول الشرقيه. بالنسبه للمنتجات الثانيه، تمام، عندنا منتج رش ورقي. الرش الورقي ده بيقوم بادوار كتير، يعني مثلا احنا عندنا فتره الحاليه دلوقتي فتره صقيع،
هو يعني بيخلي النبات يقدر يقاوم الصقيع، بيقاوم درجه الحراره. يعني عندنا الصبح ساعات بيبقى في اوقات درجه الحراره 25 و26، وبالليل بتوصل درجه حراره 2 مئوي. فالاسترس ما بين درجه الحراره العاليه والدرجه المنخفضه، فدي بتاثر على النبات. انا عندي الرش الورق النوفا كي، دي النوفا كي بيساعد النبات ان هو يقاوم الاسترس او الضغط اللي بيحصل ده من صقيع ودرجه حراره. كمان بيخلي النبات ان هو يقدر يقاوم البياض الزغبي، البياض الدي اي، دافع للتزهير، بيثبت الزهر والعقد، بيزود النمو الخضري، سمات سريع الامتصاص. كمان بيخلي النبات عائل غير مناسب للحشر والفطري. ده كله في عبوه واحده، جيركن واحد اللي هو نوفا كي. طب من امتى اصلا نزل المنتج ده للسوق؟ يعني بقى مثلا داخلين في 3-4-5 سنين في الوقت ده. يعني مدى انتشار المنتج ومدى استجابه المزارعين ليه، خاصه في ظل التجارب اللي احنا شفناها وبنصورها دلوقتي في المنوفيه؟ طبعا عشان تقنع فلاح او مزارع بقاله مثلا 10-15-20 سنة بيزرع بطريقه معينه، عشان تقنعه ده الموضوع صعب جدا. لكن لما بيقتنع هو ده الحل الوحيد اللي بيستخدمه، لانه شايف الانتاجيه تضاعفت عنده، شايف الجوده نفسها بتاعه المنتج. يعني انا انت حضرتك انت بتصور فيه مثلا، عندنا فاصوليا هنا بيضة محصول، ممكن نجيب مثلا حاجه هنا. يعني انت لو بص شفت كده الكاميرا ممكن تقرب كده اهوت، شوف الحجم، حجم كل واحد متناسب، حجم كل واحد كم حبايه؟ تمام، اكتر من 4 حبايه. كمان عندنا صورتوا انتوا كمان في البسله الخضراء، البسله الخضراء اهي، ممكن نفتح كده. ده لسه جايبه كام؟ ادي كده 2-4-6-7، دي 8، وهي في كمان التسع والعشر بيجيبوا لسه. دي العاديه بتجيب 4-5 حبات بس، لكن دي ما شاء الله جايبه 8 و9 و10. وكمان غير ان احنا شعب مصر ياكل اكل محترم وصحي ونظيف، لا ان انت كمان لو عاوز تصدر هتصدر بمواصفه عاليه جدا، منتج خالي من المبيدات ومنتج خالي من السموم الفطريه الافلاتوكسون. فاظن يعني مواصفه عاليه جدا، وبتضاعف الدخل لمصر من ناتج الصادرات. فشايف ان ده مردود كويس جدا. يعني ازاي ممكن نتوسع في السماد الحيوي نوفا بلس وغيره من المنتجات اللي بتنتجها؟ احنا مستهدفين جانبين او قطاعين، قطاع المحاصيل اللي هو الحاجات المحاصيل الاستراتيجيه، القمح والذره والفاصوليا والرز الارز، احنا مستهدفين الحاجات دي. كمان مستهدفين قطاع التصدير. يعني احنا مصر مشهوره جدا، الفاصوليا الخضراء، البسله الخضراء، الفراوله، الموالح، البطاطس، الحاجات دي كلها احنا مستهدفينها، لان ديت من ضمن الحاجات الرئيسه اللي انت بتعتمد عليها في الدخل القومي، من ضمن الدخل القومي عند قناه السويس، من ضمنها الصادرات الزراعيه. فده 5 مليار دولار. لكن هل وصلتوا لكم محافظه دلوقتي وكم مزارع بيتعامل معاكم؟ وانتوا في التعامل مع هؤلاء المزارعين، هل انتوا بتكون في برنامج معين بتشتغلوا معاهم بتتابعوهم، ولا بتدولهم السماد الحيوي نوفا بلس وتسيبوهم معاك؟ لا طبعا، احنا الموضوع مش ربحي بالاساس، الموضوع كله ان انت لك هدف معين ان انت تغطي الهدف ده. فما يهمناش نبيع الكم قد ايه، قد ما الفلاح او المزارع او المستثمر يقتنع الاول بالمنتج. اقتنع بنبقى في ظهره. يعني احنا عندنا بفضل الله دلوقتي مغطين مساحه الجمهوريه كلها، من اول وادي النقره في اسوان، كومومبو، اسنا في الاقصر، سوهاج، انا، سيوه، سينا، عندنا شغل في سينا، عندنا شغل في الدلتا، المنوفيه الشرقيه الدهليه، عندنا شغل في الاسماعيليه في الصالحيه الجديده، عندنا في ابو سوير، عندنا في السويس بفضل الله. يعني عندنا منتجات مغطين مساحه كبيره من جمهوريه مصر. يعني في كلمتين، خلال السنوات اللي جايه هل ترى ان المستقبل للسماد الحيوي، وازاي ممكن يدعم مصر في مواجهه تحديات الامن الغذائي؟ طبعا احنا من ضمن الحاجات الرئيسه في السماد الحيوي ان انا بوفر نص الميه. انت عندك دلوقتي مشكله سد النهضه، احنا عندنا موفر سد نص الميه. لو حضرتك بصيت على البسله هنا هتلاقي معموله على حاجه اسمها مصطبه، فالمصطبه ديت او خط وخط، فانت بتروي نص الارض. فانت كده انت ومن ضمن الحاجه ان السماد نفسه بيحافظ على الميه، ما بتخليهاش تتسرب بسرعه.
فالنبات بيقدر يستفاد باكبر قدر من المكونات الموجوده في السماد الحيوي. بشكر حضرتك جدا دكتور هشام صلاح المدير التجاري لشركه رويال جرين تكنولوجي، شكرا جزيلا لحضرتك. الله يخليك يا فندم، سعداء بيكم وربنا يبارك ان شاء الله.